ألف مليون مبروك للمنتخب الأولمبي التأهل لدور الثمانية للأولمبياد بعد الفوز الكبير والمهم للغاية على أستراليا بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الثالثة اللي اتلعبت من شوية. طبعا انتصار مهم جدا جدا للمنتخب الأولمبي، والجيل ده خلى الفريق يتأهل لدور الثمانية عشان يلعب مباراة أكيد هتكون تاريخية قدام المنتخب البرازيلي في دور الثمانية إن شاء الله يوم السبت الساعة 12 الظهر. مباراة أعتقد هي ملهاش أي مقارنة بمباراة الودية اللي احنا لعبناها في مصر. الناس كتيرة بتقول احنا لعبنا البرازيل في مصر، لا يا جماعة، الفرقة اللي احنا لعبناها في مصر ملهاش أي علاقة بالفرقة اللي هنلعبها يوم السبت، لأن عدد من اللاعبين اوريدي اللي في الدوري الإنجليزي زي ريتشاردسون ما كانوش موجودين مع الفريق اللي واجهنا وديا هنا في استاد القاهرة. لكن أكيد شيء مهم جدا جدا للجيل ده ان هو يوصل لدور الثمانية عشان يبقى الشكل افضل من حتة ان احنا نخرج من دور المجموعات. الامر كان سيء جدا لينا بعد ماتش الارجنتين والهزيمة 1-0. الحمد لله قدرنا النهاردة نحقق الانتصار ونتأهل لدور الثمانية ايا كان النتيجة ان شاء الله في دور الثمانية. اكيد طبعا لازم نحافظ على حظوظنا رغم المواجهة الصعبة للغاية. المنتخب البرازيلي الأولمبي لغاية دلوقتي هو في وجهة نظري الشخصية أفضل منتخب في البطولة مع منتخب كوت ديفوار، الاثنين مقدمين بطولة جيدة، والمنتخب الياباني برضو والمنتخب المكسيكي. لكن البرازيل بصراحة وجود ريتشاردسون معاهم طبعا مهاجم فذ، مهاجم خطير جدا جدا جدا، هداف البطولة لغاية دلوقتي، فأكيد هتبقى مواجهة مش سهلة خالص علينا، ولكن كان مهم إن احنا نوصل للدور ده. طيب النهاردة كابتن شوقي غريب لعب ازاي استراليا؟ ايه اللي اختلف عن شكلنا قدام الارجنتين؟ ايه اللي اختلف عن شكلنا قدام المنتخب الاسباني في الجولة الاولى؟ ده اللي هنحاول اشرحه مع حضراتكم خلال الفيديو. طبعا احنا عندنا ميزة قبل المباراة دي، الميزة اللي عندنا ان منتخب استراليا قبل المباراة دي خسر 3 لعيبة مهمين جدا 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 في صفوفه. بنتكلم على المهاجم الاساسي، بنتكلم على الفول باك الاساسي، بنتكلم على البلاي ميكر الاساسي. 3 لعيبة، 3 عناصر المنتخب الاسترالي افتقدهم قبل المباراة دي بسبب الايقافات، وبالتالي الفريق بدأ يفكر في الحالة الدفاعية اكتر من الحالة الهجومية. وحتى تصريحاتهم قبل المباراة، نشوف تصريحات حارس استراليا لما قال احنا عارفين منتخب مصر بدفع كويس لكن بيهاجم وحش، وبالتالي كان واضح ان المنتخب الاسترالي عايز يسيب الكرة المنتخب المصري ان هو اللي يتصرف فيها، لان انا ما عنديش الادوات اللي اقدر اهاجم بيها من البداية زي ما عملت قدام الارجنتين وخطفتهم في الجولة الاولى 2-0. طيب كل الامور دي وكل المعطيات دي خلت استراليا تبدا المباراه بتشكيله اقرب الى 5-4-1، ومش بس كده، لا التاكتيك نفسه كانوا متراجعين للغايه، ودي كانت نقطه في صالحنا وادتنا المبادره. 5-4-1 بتاعه استراليا والزون ديفنس في وجهه نظري اللي عملوه وما ضغطوش علينا بطول الملعب ادى لعبتنا الشجاعه، ادى لعبتنا الثقه ان احنا نقدر نعمل حاجه مع المنتخب ده ونقدر نتفوق عليهم. وبالتالي كابتن شوقي غريب عمل تغيير وحيد، هو قسم الملعب بتاعنا، حافظ على الخمسه في الدفاع اللي احنا بنلعب بيهم عادي ولعبنا بيهم قدام اسبانيا، لعبنا بيهم قدام الارجنتين، وحط لاعب خط الوسط، ما حطش حد جنبه، يعني حط اكرم توفيق ما يشبه كده لاعب منفرد تماما في خط الوسط، وحط 4 في الهجوم عندهم يعني صلاحيات هجوميه بحته، ما بنجيبش حتى يعني مثلا ايه معكش مركز 8، لا انت بتلعب 5-1-4، هي مقسوم 5 لوحدهم كده ليهم في جزيره لوحدهم في الدفاع، وفي 4 في جزيره لوحدهم قدام في الهجوم، واكرم توفيق يا عيني واقف في النص بيحاول يعمل اللينك ما بين الاثنين. دي كانت الفكره. الاربعه الاماميين هتلاقي برضو فيهم تشابه، يعني بنتكلم اوكي رمضان صبحي محافظ على تواجده في مركز الوينج الشمال، وطاهر محمد طاهر محافظ على تواجده في الوينج اليمين. صلاح محسن بقى يا عيني طبعا هو اتحط في وجهه نظري سكند سترايكر، اللي هو اتحط تحت احمد ياسر ريان، كان مطلوب منه في بعض الاحيان يخش جنبيه كمهاجم تاني ويلعب تحتيه كبلاي ميك عشان يعمل حاجه الوسط. طبعا الفكره صعبه جدا انها تتعمل، وصعبه جدا اللعيبه بصراحه يقدروا ينفذوها بالتكتيك اللي الكابتن شوقي غريب عايزه، وبالتالي شفنا ان الفرقه مستمره على الاسلوب الهجومي اللي كنا بنشوفه في ماتش الارجنتين وماتش اسبانيا، وهو ادي الكره رمضان صبحي وفرغ له المساحه من على الطرف
عشان يقدر يخترق باستغلال مهاراته الفردية. فكرة الخمسة اربعة دي بصراحة انا ما لاحظتش ان هي اضافت شيء للمنتخب، بس احنا استفدنا حاجة واحدة بس، او يعني ايه، القدر كان رحيم بينا في حتة ان اكرم توفيق رغم انه بيلعب هاف ديفندر لوحده ومفيش مركز تمانية معاه في نص الملعب، استفاد ان المنتخب الاسترالي فعلا كان يعني ما بيهاجمش في الشوط الاول، يعني واقف ورا اكتر الاوقات، ما بيحاولش يلعب لعبة استحواذ. الفرقة يعني تحس ان هي فعلا متأثرة تماما بالغيابات اللي عندها، وبالتالي اكرم استفاد مفيش ضغط عليه زي اللي حصل في ماتش اسبانيا وماتش ارجنتين، وبالتالي كملنا نلعب بيه الكرة بتاعتنا، بدأنا نتقدم. دي كانت برضو نقطة مهمة ان في ظل التراجع الاسترالي ده كان مساحة لينا ان لعبتنا يبدأوا يتقدموا للامام، ونطير كريم العراقي وفتوح بشكل، وهنتكلم برضو على كريم العراقي في شوط تاني، ان احنا نبدأ نهاجم. وبالتالي تاني نفس الفكرة، انا كان كل مهمة بتاعتي ان انا اوصل رمضان لموقف واحد على واحد، وهو فعلا الموقف اللي جه منه الهدف الاول، واللي طبعا شال الضغط الكبير من على الولاد مع المنتخب ده، لان دي كانت مباراة تالتة والفريق خلال 180 دقيقة ما احرص ولا هدف. كنا احنا اقل فريق في البطولة كلها ما جبناش ولا هدف، وكمان كنا اقل منتخب في عدد المحاولات على المرمى، فكل دي ارقام سلبية اللعيبة كانت عارفاها ومتضررين منها. الهدف ده في وجهة نظري وتوقيته كان مثالي، توقيت الهدف كان مثالي ان هو يجي قبل نهاية الشوط الاول بحوالي دقيقتين، ده فرق معانا جدا جدا جدا. الشوط التاني طبعا استراليا خلاص عارفة انها مغلوبة 1-0 وبره الاولمبياد، منتخب مصري عارف ان الفوز مع بقاء ساعتها نتيجه اسبانيا والارجنتين 0-0 بيدينا الترشح للجوله الجايه بمتفوقين في الاهداف، فالاهداف على المنتخب الارجنتيني ان احنا كان لينا 0 كنا لينا 1 وعلينا 1، والارجنتين ليها 1 وعليها هدفين. تراجعنا بشكل زايد على اللزوم، بدأنا نلعب بنفس الشكل اللي كنا بنلعب بيه قدام الارجنتين وقدام اسبانيا في الشوط الثاني، بدأنا ندافع، بدأنا نجيب يعني نرجع لورا تماما، ما بقاش فيه اي ضغط من الامام، وبالتالي بدأ المنتخب الاسترالي يغير من اسلوب لعبه وعمل كام، عمل تغييرتين مع بعض وحول طريقته لما يشبه ال 4-3-3، واستغنى عن مساك من المساكين بتوعه وبدا يلعب بقى اللعب العادي. وكانت مشكلتنا في جبهه واحده، والجبهه دي لازم ناخد بالنا منها جدا جدا في ماتش البرازيل، جبهه كريم العراقي. كريم العراقي في الشوط الثاني عمل 3 كوارث، ده في وجهه نظري 3 كوارث، ان التغطية العكسية بتاعته لما الكورة كانت بتيجي عرضية من الجبهة اليسرى كأنه مش شايف اي حد جاي من وراه، في كورة اتلعبت يعني الف به التغطية للفول باك، كورة عرضية ملعوبة من عند الجبهة اليسرى داخل منطقة جزاء مصر، كان في 2 من اللعيبة من استراليا محمود الونش واحمد حجازي كانوا مغطيين عليهم، اسامة جلال كان خرج بره اللعبة، والمساحة دي اتفضت تماما لكريم العراقي، تمام كده ده بوزيشن بتاعه. وفي لاعب من استراليا الليفت وينج بتاع المنتخب الاسترالي جاي من وراه وهو مش شايفه، الكورة بتتلعب عرضية وكريم طبعا مش شايف اللي وراه، وهو لازم يكون عارف مين اللي وراه، دي يعني واجبات الفول باك المعروفة اي طريقة لعب، جاي في الحتة دي بيتمشى، الولد راح سابقه بخطوة، ولكن واضح جدا هو ما عندوش خبره كافيه، ما كانش واخد قرار التسديد، خد قرار انه يوقف الكره برجله، لكن في كل الاحوال هو سبق كريم العراقي. وفي الكره دي بصراحه لازم كريم يعني وجهاز المحللين الموجودين مع الكابتن شوقي غريب يقطعوا له 3 لقطات بتوعه شوط تاني، 3 لقطات ب3 اهداف، 3 لقطات ب3 اهداف ما تحولوش لاهداف بسبب واحده محمد الشناوي انقذها كانت تسديده على الارض، وكورتين كانوا تعامل سيء من لعيبه استراليا مش اجاده من كريم العراقي، وبالتالي هنا هو لازم يعرف ان بدا خلاص اي حد بيتفرج على 3 مباريات بتوع مصر في الاولمبياد هيعرف ان اكتر جبهه ضعيفه في المنتخب ده هي الجبهه اليمنى، وبالتالي متوقع تماما المنتخب البرازيلي هينزل في مباراه يوم السبت يهاجمنا من الجبهة دي، لان كريم فعلا بيقدم مستوى مش مقبول للمباراة التالتة على التوالي. بنتكلم على كريم ساعة ماتش
منتخب اسبانيا. والثلاث كرات دول بصراحه دي كانت ابرز واحده فيهم. مش عايز اقعد احلل في الثلاثه عشان مش عايزين يعني نصدق، عايزين برضو نحتفل طبعا بالتأهل، ولكن دي واحدة من النقاط السلبية لينا في الشوط الثاني، وكانت ابرز نقطة، وكان فعلا المنتخب الاسترالي ضاغط علينا جدا جدا من الجبهة دي. بمرور الوقت ومع يعني اضاعة المنتخب الاسترالي لكم هائل من الفرص والاجادة والتألق الشديد لمحمد الشناوي، مطلع واحدة من تحت القائم الايمن مستحيلة، اعجازية فعلا الشناوي، الكرة الهيد اللي شالها كانت في الكورنر وشالها من جنب القائم. في وجهة نظري الكرة دي كانت يعني محور للمباراة، ان احنا يجي بعد كده عمار حمدي يقدر ينزل ويخطف الكرة اللي ناصر منسي بصراحة البديل عمل فيها جهد رائع جدا، ويكمل الكرة عمار حمدي داخل الهدف. لكن قبل كل ده لازم اشيد باللي عمله محمد الشناوي، كان بطل المباراة في الشوط الثاني وحمى علينا المنتخب من كم هائل من الاهداف والفرص المحققة للمنتخب الاسترالي اللي خد طبعا الشجاعة في الشوط الثاني بسبب التأخر في النتيجة. في كل الاحوال الف مليون مبروك منتخب اولمبي الانصار. قلنا الايجابيات اللي عندنا، بنهاجم من على الطرف، رمضان صبحي وطاهر واحمد ياسر ريان لحد ما شم نفسه لما لقى حد بيساعده. ما زلنا عندنا ازمه في نص الملعب، وما زال عندنا ازمه في الجبهه اليمنى. اتمنى الكابتن شوقي غريب طبعا بعد خلاص الضغوطات ما اتشالت، وخلينا نتكلم بصراحه، الفريق مش مطالب بشيء قدام البرازيل والضغوطات كلها متشاله من عليه، فيلعب مباراه للمتعه ويلعبوا مباراه للتاريخ ويشتغل براحتك، ما عندكش مشكله، ولكن عندك واجبين لازم تعملهم. لازم تحل ازمه نص الملعب، مش هينفع تلعب قدام البرازيل باقوى طفيه بس، مستحيل ده ما ينفعش. والواجب الثاني الجبهه اليمنى هتعمل فيها ايه دفاعيا، انت اوريدي بتعتمد على كريم العراقي قوي، يبقى عندك فرصه انك ممكن تفكر تدي المساحه لكريم فؤاد، وان كان طبعا كريم فؤاد عنده الواجبات الهجوميه اكتر من الدفاعيه، ولكن كابتن شوقي غريب مطالب بحل الامرين دول قبل مباراه يوم السبت الجاي. الف مليون مبروك للمنتخب الاولمبي، الف مليون مبروك لاتحاد الكوره، الف مليون مبروك لجماهير الكره المصريه في مصر، والف مليون مبروك لكابتن شوقي غريب والجهاز الفني التاهل دور الثمانيه قدام البرازيل، وان شاء الله باذن الله باذن الله نحاول نحقق نتيجه ايجابيه يوم السبت قدام السيليساو. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.